يبدو أن الأجواء في العديد من دول العالم بدأت تشهد حالة من عدم الاستقرار، وده بسبب التغيرات المناخية اللي أصبحنا بنشهد تأثيرها في كافة فصول العام، والأمر أيضا اللي جعل حالة عدم الاستقرار هي المسيطرة على العديد من دول العالم. هنبدأ فقرتنا الجوية ونتعرف على درجات الحرارة بالعواصم العربية، وهبدأها معكم بالتحديد من العاصمة القاهرة واللي بتشهد طقس مشمس بتكون فيها درجات الحرارة العظمى اليوم 39، الصغرى 24، أيضا الرياض بتسجل 45 والصغرى 31، وأيضا يكون هناك طقس مشمس. أما في أبو ظبي بتصل درجات الحرارة العظمى فيها إلى 38 والصغرى 31، وهنصل أيضا معكم إلى تونس اللي بتسجل درجات الحرارة العظمى 29 والصغرى 19، وبيكون إلى حد ما الطقس مستقر. وأخيرا الرباط اللي بتشهد اليوم طقس غائم جزئيا بتكون فيها درجات الحرارة العظمى 24 والصغرى 15. نذهب بعدها إلى عدد من العواصم العالمية، وهبدأها معكم من العاصمة لندن واللي بتشهد طقس اليوم طقس غائم مع ارتفاع معدل الرطوبة بتكون فيها درجات الحرارة العظمى 17 والصغرى 9، أيضا باريس بتسجل درجات الحرارة العظمى فيها 19 والصغرى 9، وأيضا بتشهد طقس غائم إلى حد ما. ونصل إلى موسكو اللي بتسجل درجات الحرارة العظمى فيها 25 والصغرى 17، بيكون الطقس فيها غير مستقر. أما العاصمة أيضا واشنطن بتشهد ارتفاع كبير في معدل الرطوبة وبتسجل فيها درجات الحرارة العظمى 28 والصغرى 19، وأخيرا هنصل إلى العاصمة بكين اللي بتسجل فيها درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.